يعني الاهلي طبعا بيواصل تدريباته استعدادا للسفر باذن الله بعد بكره يوم الاربع للسودان عشان المواجهه المرتقبه والهامه جدا والحاسمه في مشواره الافريقي امام فريق المريخ. وكل الاحترام والتقدير لهذا الفريق رغم تاخره في ترتيب المجموعه، لكن يبقى فريق قوي، وبالتحديد انت هتلعبه على ارضه، فبالتالي مباراه غايه في الصعوبه. فباذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. بالتالي النادي الاهلي اجرى مسحه طبيه استعدادا لمباراه المريخ واستعدادا للسفر، وده امر طبيعي جدا للاطمئنان على حاله اللاعبين، وان شاء الله يكونوا كلهم يعني عينتهم سلبيه بخصوص فيروس كورونا. اما فيما يتعلق بخماسي المنتخب الاولمبي، الخماسي الاهلاوي اللي موجودين في المنتخب، واحنا عارفين ان موجود في منتخب مصر الاولمبي كل من مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق، هم دول الخمسه النهارده كانوا موجودين في النادي الاهلي عشان يعملوا المسحه الطبيه بتاعتهم، وبعد كده يعني مشوا على طول، والمعسكر خلاص يعني انتهى، خلاص معسكر منتخبنا الاولمبي بشكل رسمي. بكره هم هينضموا للتدريبات مع عناصر المنتخب الاول بشكل طبيعي في التدريبات الخاصه بفريق النادي الاهلي، وهو المران الاخير غدا اللي هيكون في تمام الساعه 10 صباحا، التجمع هيكون الساعه 9 ومران اخير قبل السفر باذن الله تعالى للسودان، يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني، النهارده كان عنده محاضره مهمه جدا للاعبين واتكلم فيها عن عدد من النقاط الهامه اللي بتتعلق بالمباراه المقبله. هتقولي طب ما هو اغلب اللاعبين مش موجودين في الفرقه بسبب اللي متواجدين مع المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، لكن اكيد في كل الاحوال هو سيستم وافكار انت بتحاول تحفظها لكل العناصر، حتى لو عندك عناصر كتير جدا من الناشئين بتشارك في مران الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، فانت بتحاول زي ما تقول كده ايه تشربهم سيستم النادي الاهلي وسيستم الفريق الاول، وكمان الشكل التكتيكي والافكار الخاصه بالمدير الفني للفريق الاول، لان هو ده بيبقى اهم شيء. فبالتالي اكيد كانت محاضره غايه في الاهميه. مع نهايه المران النهارده كان في تقسيمه بطول الملعب، يعني على الملعب كله تقريبا، وكانت تقسيمه مهمه جدا في اطار التحضير لهذه المباراه المرتقبه. احنا عارفين الماتش ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون يوم السبت اللي جاي الساعه 3 العصر هناك في السودان على ملعب الجوهره الزرقاء. بمناسبه هذا الملعب، فاحنا متعودين دايما ان المران الرئيسي بالنسبه لاي فريق بيكون ضيف في البطولات الافريقيه، فبيكون المران الرئيسي قبل المباراه ب 24 ساعه على الملعب الرئيسي اللي هيستضيف هذه المباراه، لكن نظرا لاستضافه ملعب الجوهره الزرقاء مباراه اخرى في بطوله دوري ابطال افريقيا وهي في مجموعه اخرى ما بين الهلال السوداني وصن داونز، فتم الاستقرار على ان النادي الاهلي هيكون مرانه الرئيسي على ملعب الجوهره الزرقاء يوم الخميس قبل المباراه ب 48 ساعه، وده تم التنسيق عليه بشكل كامل ومرتب جدا، وده امر مهم. كمان النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه بعض التصريحات المهمه، ابرزها انه قال ان ديانج هينتظم في مران النادي الاهلي غدا في القاهره، وبعد كده يسافر مع الفرقه باذن الله للسودان، وده عكس بواليا اللي هيطلع من الكونغو مباشره على السودان عشان يلحق ببعثه النادي الاهلي ويكون متاح لمستر بيتسو موسيماني في المباراه. كمان خبر بيتعلق وبيهم النادي الاهلي ويتعلق بمجموعه النادي الاهلي، هو خبر رسمي وهو رفض الاتحاد الافريقي لكره القدم الشكوى اللي قدمها المريخ السوداني بخصوص التلاعب في مساحات فريقه في توقيت مباراه المريخ مع سيمبا هناك في تنزانيا. فبالتالي الكاف بعد التحقيقات اللي اجراها قال ان مفيش كلام ده خالص، وكانت العينات فعلا حقيقيه، كان 8 لاعبين عينتهم ايجابيه، قال لا مفيش اي مشكله خالص وفعلا كانوا عيناتهم ايجابيه، وممكن لما عملوا مسحه بعد كده طلعت سلبيه لان ممكن العينه تتغير في يوم وليله يعني على حسب المرض وتعافيك من المرض، وقال ان كان في اشراف كامل وتام من الاتحاد الافريقي بخصوص كل المساحات. فبالتالي القضيه دي خلاص اتقفلت بشكل كامل والامور ماشيه بشكل طبيعي في مجموعه النادي الاهلي. دي ابرز الامور وابرز الاخبار اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي، وقلت لحضراتكم كمان ان المنتخب الاولمبي خلاص هيختتم معسكره المفتوح وده النهارده عشان كل عناصر المنتخب الاولمبي تنضم للنادي الاهلي عشان يستعدوا بالشكل كامل للمباراه المقبله امام فريق المريخ باذن الله تعالى يوم السبت.